حسين يا حسين حسين يلا حبيبي سمعني ياها يحضر عندك ساعة الشدة حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين إذا شئت النجاة أدري أدري كلكم تبون تروحون وليلة الزوار عند قبري تحت تلك القبة يرفعون أيديهم بالدعاء وإحنا وياهم إن شاء الله إذا شئت النجاة إذا شئت النجاة فزر حسين غدا تلقى الإله قريب عيني فحاشا حاشا حاشا أن تمس النار جسمان عليه غبار زوار حسيني 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 هذه زيارتكم وتأخذون جزاء الزيارة إن شاء الله ما تأخذ جزاء الزيارة يقول يأخذوننا يدرجوننا في أكفاننا يحملوننا يضعوننا في تلك الحفرة الضيقة يهيلون علينا التراب ثم يمضي الأحبة يمضي الأقرباء ونبقى وليس معنا أحد إذا استصرخنا لم نجد مجيبا إذا استغثنا لم نر مغيثا التراب يحوطني من كل مكان جيران الدود والعقارب والحيات والظلمة تحيط بي من كل جانب ليس معي أحد وحيد فريد في ذلك القبر أقاسي تلك الأهوال أقاسي تلك الشدات تلك المصاعب يقول هني تحصل جزاءك وإذا بي أرى نورا يشرح صدري يا ويلي أرى نورا يشرح صدري يكشف الهم والغم عني أدقق النظر ألتفت إلى مصدر ذلك النور وإذا بي أرى جثة بلا رأس ما هو حال هذه الجثة يا حبيبي يقول بلا كفين الضربة على الضربة الطعنة على الطعنة لا يتشخص من كثرة الجراحات حتى طحن وضلعه بحوافر الخيل يقول لذلك لا أعرف ولا أعرف من هذا الواقف أمامي فأقول لي من تكون يا صاحب الأنوار المضيئة مأجور يا حبيبي قال لا ما تعرفني غريب الغار شلون أعرفك وأنت جثة بلا رأس قال ما تشوفني بلا رأس ومن نحري حاشي تشوفني بلا راس ومن نحري حاجي وما
ومن تل بالماتم يلا سمعني يا ومن تل بالماتم تنادي ويلي عليك تبكي على مصابي يا شيعي شلون اخليك ولجلي يا شيعي لابس ثياب الرزيق شيعي مؤمن انا عندي السؤال انا اللي بسال انت بعزه وجلال اهلك على التابوت شالوك مغسل مكفن وحفر وقبرك وراك لا من عقب ماتك على التربه خلاك تسحق على صدرك خيول الاعوجيه من انت قال انا اللي ما حد بالخلايق مثلي انصار كم شاب شفته معفرين فوق التراب وتفطر قلبي يا شيعي وراسي انشاب ابو ذبحه ورجالي في طفوف الغاب حد تروع في الخلايق مثل روحي انا الشهيد اللي ذبح بصدري رضيعي يفحص على صدري ولا تجري دموعي يكسر الخاطر يجذب الونا خفي شيعي لفات مهجتي شيعي رضيعي ذبحين يفحص على صدري وفجع قلبي بونينا بعيني نظرت بسهم نحرى مصوبينا وبالغاضري انصبت بسهام الرزين بعد بعد اسمع يا شيعي تبو تعرف من انا قال انا الشهيد بكربلاء المذبوح عطشان وحسين انا الشهيد بكربلاء المذبوح عطشان صارت جثتي للخيل مد ورضوا عظامي يا علي يا علي ورضوا عظامي وعلقوا راسي على اسنان ومن بعد ذبح حرقا وخدر الهاشمي كما غسلوك ابو علي ما كفنوك ما جهزوك قال بلا بلا جهزوني كيف أبا عبد الله يقول أصحاب السيرة والمقاتل انتدبوا عشرة من الخيالة يقول كأن زينب واقفة عشرة عشرة ما يصنعون صعدوا على تلك الخيول صاروا يحمونها في الميدان 40 حافر تحمى في الميدان على ذلك التراب الحار يقول زينب واقفة تنظر إلى ذلك المنظر ماذا سيصنع أولئك الأعداء قال جيبوها ماذا نصنع وإذا بهم صاروا يصولون ويجولون على صدر الحسين حتى طحنوا جناجن صدره الرواية عن مولانا زين العابرين ينقلها أصحاب المنبر يقول سمعت أضلاع والدي الحسين تتكسر كما تتكسر القوارير يعني تلك الخيل صاعدة نازلة حتى ساوت صدر الحسين وظهره مع الأرض كأني بزينب ما تحملت وضعت يدها على قلبها صرخت ونادت حسين 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 وقالت بينك وبين الله يا خيل الأعوجية دستين صدر حسين وارض الغاضري
الله يا عوجي فيك من خير، دستي على التوراة ودستي فوق الانجيل، دستي اماما لن تضى بردة التشكيل، جثمان قدس ما تساويه البريء يا عوجي، دستي على صدره وكسرتي ضلوعه، وزين العباد عاينه وتجري دموعه، تعبان ويلي يرتعش ما سكن روعه، الغث لله من فعلكم يا امي. يقول ملا عطيه بعد عنها عتاب عليكم وتحاكيكم، وايش تقول؟ قال تقول يا شيعة الكرار ما فيكم حمية، يا شيعة الكرار ما فيكم حمية، ما كان اخذت جفان رحت الغاضري، لو ايش سيدتي قالت شلت حمانة لا تدوسة، لعوجية وجبت حريمة لا تروح بيسر كفار، قال قوموا نروح الغاضرية وناخد نعوش، نعوش ونوار يجساد بقطع ما للوحوش، وزين العباد امامكم بالمراض مدهوش، نعزيه بهلة ومن خيمهم نخمد النار. قالت قوموا نروح الكربلة نغسل الشبان، الشبان ونشيل جسم حسين ونفصل لهجفان، وراسه يا شيعة ننزل عن راس لسنان، يلا ابيات الدعاء واسألكم الدعاء. قال الميت لمات الخلاق تحضر جهازه وتتسارع العالم على سرعة تنجازه، ويصيح صايح في البلد عدكم جنا، يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه، وابن البتولة ما حصل واحد ينادي عن حرة الغبر، ارفعوا مهجة الهاد، بس بن سعد نادر كبظهور عوادي، وجابوا لخيل الأعوجية وداسوا عليه. حسين يا حسين، حسين يا حسين، حسين يا حسين، حسين حبيب الزهراء يا أبا عبد الله، يا حسين ابن علي أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين
حاجاتنا يا وجيها عند الله صل على محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا مع الحسين واقض حوائجنا بحق الحسين وأعتق رقابنا من النار بحق الحسين يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.